أخاطب ربي حين أتلو كتابه، وربي إلى قلبي به يتكلم، وكل كلام الله نور ومعجز، وسائر ما نتلوه فيه معظم. أأطلب فخرا بعده ومكانة، وأنشد عند الخلق ما هو أكرم؟ لو أن ملوك الأرض للعبد أنصتوا وكلمهم دون الورى وتكلموا، فليس يساوي قول ربي لخلقه. وتوبوا إلى الله استقيموا وأسلموا، يخاطبنا قل يا عبادي تلطفان، فينزل منها داخل القلب بلسم. وليس كأنس الذكر أنس وراحة تطيب به الأرواح والجسم والفم، تخفف آلام الحياة بآية، وتخمد وسط القلب نار تضرم. يعيث شقاء الروح في الناس قد رمى، جفوه وهجر الذكر فينا جهنم. ألا أبلغ اللاهين عن ذكر ربهم، بأن الذي يتلو الكتاب ينعم، بأن الذي يتلو الكتاب ينعم.